بتوجيهات رئيس الدولة، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تختتم برنامج المساعدات في جمهورية تونس. محمد بن راشد يعلن عن مشروع تحويل دبي إلى مدينة ذكية ويؤكد صنع واقع جديد لشعبنا ونموذج عالمي جديد في التنمية. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن أن قطاع الطيران في الدولة يوفر 250 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات. حياكم الله، كانت هذه أبرز عناوين أخبار الدار، قدمتها لكم من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام. الآن أدعوكم لمتابعة التفاصيل. انطلاقة أخبارنا من تونس، فبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، اختتمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية فعاليات برنامج المساعدات الغذائية والصحية والتعليمية إلى جمهورية تونس، استفادت منه عشرات الآلاف من الأسر المعوزة وآلاف التلاميذ وعشرات المراكز الصحية المنتشرة في مختلف أنحاء تونس. وأعلن معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أنه تم من خلال برنامج المساعدات الذي نفذته المؤسسة في تونس توزيع 10,000 سلة غذائية على عشرات الآلاف من الأسر المعوزة والأفراد من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 5,000 حقيبة مدرسية و12 سيارة إسعاف وأكثر من 50 جهاز طبي تم تسليمها لوزارة الصحة التونسية. وأكد معاليه أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية الهادفة إلى تقديم العون إلى كل محتاج داخل الدولة أو خارجها، خاصة للشعوب التي تعاني من الصعوبات الاقتصادية والمعيشية. هذا وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، تحرص مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية في شتى أنحاء العالم، واضعة نصب أعينها مساعدة الدول المنكوبة لمواجهة التحديات والصعاب، مدفوعة بغايات نبيلة وأهداف ورؤى ورسالة سامية. مراد الشباب معه التفاصيل. لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية استراتيجية تهدف إلى تقديم العون إلى كل محتاج داخل الدولة أو خارجها، خاصة للشعوب التي تعاني من الصعوبات الاقتصادية والمعيشية أو التي تتعرض للكوارث الطبيعية أو للحروب. برامج المؤسسة متعددة في هذا المجال، وقد وصلت مساعداتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، ولم تتوانى عن تقديم العون لأي مكان في العالم بغض النظر عن اللون أو الدين أو العرق. أهداف المؤسسة متعددة ونبيلة، أهمها المبادرة في خدمة البشرية من خلال برامج مساعدات جادة لأهل العوز، والمساهمة في نشر روح التسامح بين البشر لخدمة المحتاجين في مختلف أنحاء المعمورة، إضافة لمد جسور التعاون مع المنظمات المحلية والعالمية المشتركة في العمل الإنساني، وتوفير الدعم المادي لبرامج البر المختلفة، ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي في مجتمع الإمارات، بجانب تشجيع العمل التطوعي في مختلف جوانبه الإنسانية والدعم المعنوي لأصحاب المبادرات الإنسانية المتميزة وتشجيع أهل الخير للمبادرة والإقدام. تشمل استراتيجية المؤسسة الاستجابة للطوارئ والأزمات الإنسانية كافة، فتلبي نداء المتضررين والمنكوبين والمهجرين أينما كانوا، سواء في مشارق الأرض أو مغاربها، كما تغطي استراتيجيتها مختلف الأزمات الطارئة كالفيضانات والأعاصير والزلازل والحروب وغيرها،
كما تلتزم استراتيجية الطوارئ والأزمات للمؤسسة الاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة وبناء القدرات الذاتية وتطوير الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بهدف دعم جاهزية المؤسسة للاستجابة الفورية والتصدي لتبعات الكوارث والأزمات. المبادرة الإنسانية لمؤسسة خليفة تعكس عمق وعراقة العلاقات الأخوية القائمة بين دولة الإمارات ودول العالم، كما تعبر عن التضامن الإماراتي قيادة وحكومة وشعبا مع الشعوب التي لن تنسى للإمارات هذه المواقف النبيلة. لأخبار الدار مراد الشباب. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعلن عن مشروع تحويل دبي إلى مدينة ذكية بما يكفل إدارة كافة مرافق خدمات المدينة عبر أنظمة إلكترونية ذكية ومرتبطة وتوفير الإنترنت عالي السرعة لكافة السكان في الأماكن العامة وتوزيع أجهزة استشعار في كل مكان لتوفير معلومات وخدمات حية تستهدف الانتقال لنوعية حياة جديدة لجميع سكان وزوار إمارة دبي. وخلال إطلاقه مشروع تحويل دبي إلى مدينة ذكية أكد سموه أنه من خلال المشروع الجديد سيتم تحسين الحياة وتسخير التكنولوجيا لصنع واقع جديد في مدينة دبي وحياة مختلفة ونموذج عالمي جديد في التنمية. وأضاف سموه أن مشروع مدينة دبي الذكية سيرسخ طريقة جديدة في إدارة المدن من المؤمل تعميمها لاحقا عبر كافة مرافق الدولة، حيث سيرتبط السكان مع المدينة بشكل دائم عبر شبكات عالية السرعة، وسترتبط الجهات مع بعضها لتوفير خدمات أفضل وأسرع وبتكلفة أقل، بحيث تصل الخدمات لكل طفل وأم وشاب ورجل أعمال وسائح لصنع نوعية حياة جديدة للجميع. فإدارة المدينة اليوم تحتاج لأدوات جديدة وفكر مختلف وإبداعات من نوع جديد. في إحصائية جديدة أظهرتها الهيئة العامة للطيران المدني، قامت الهيئة خلال سبتمبر الماضي بإصدار وتجديد 3284 ترخيصا لأفراد طواقم الطائرات وتراخيص مهندسي صيانة الطائرات والمراقبين الجويين وطب الطيران. وأشارت الهيئة إلى أن قطاع الطيران في الدولة يوفر 250 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات المباشرة وغير المباشرة موزعة على قطاعات مباشرة وأخرى غير مباشرة. وحققت حركة الطيران بأجواء الدولة خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2013 من العام الجاري نحو 514,000 رحلة مقابل 514,000 رحلة مقابل 485,000 رحلة في الفترة المماثلة من 2012، بزيادة 29,000 رحلة دولية ومحلية وعابرة لأجواء الدولة، متجاوزة متوسط النمو العالمي بنحو 70%. وفيما يتعلق بأساطيل الناقلات الوطنية، انضمت 24 طائرة جديدة إلى أساطيل الناقلات الوطنية منذ بداية العام الجاري، ليصل حجم الأسطول أو الأساطيل الوطنية إلى 346 طائرة. وأفادت بيانات شركات الطيران بأن العام الحالي يمثل نقلة جديدة في خدمات قطاع الطيران بالإمارات مع نمو حجم أساطيل الشركات، وكذلك نمو عدد الوجهات التي وصلت إلى 383 وجهة في مختلف قارات العالم بحسب نتائج دراسة للاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا. في الشأن البيئي، أظهرت نتائج أولية لتجارب تم إجراؤها في محطات تابعة لوزارة البيئة والمياه نجاح إنتاج الأعلاف بالزراعة المائية التي يمكن من خلالها توفير الأعلاف طوال العام مع ثبات جودة المنتج وتوفير المياه.
وقد بدأت وزارة البيئة والمياه بإرشاد وتشجيع المزارعين ومربي المواشي على تبني استخدام تقنيات الزراعة المائية ذات الوفر المائي الكبير والإنتاج العالي من الأعلاف الخضراء من أجل تعزيز ترشيد استخدام المياه في الزراعة وتوفير الأعلاف الخضراء للإسهام في زيادة الإنتاج الحيواني واللحوم وتحقيق عائد مادي ودخل مناسب للمزارعين. وعن الفوائد البيئية، فإن هذه التقنية تساهم في خفض كمية استهلاك المياه مع تدوير استخدامها بالزراعة المائية، مما يساعد على الحد من هدر المياه، إضافة إلى عدم تملح التربة نتيجة الضخ المفرط من المياه الجوفية في الزراعة الحقلية. ولا تحتاج مشاريع الزراعة المائية إلى أرض زراعية، وإنما يمكن استغلال الأراضي غير الصالحة للزراعة وبمساحات قليلة جدا. مشاهدينا ومستمعينا، نشرة أخبار الدار متواصلة، وفيها بعد فاصل قصير: مع اعتدال الطقس بدء موسم التخييم لمرتادي المناطق البرية، والفاية في إمارة الشارقة وجهة محببة للكثيرين. إذن هذه عودة جديدة نواصل فيها عرض ما تبقى من أخبارنا المحلية، حياكم الله. مع انخفاض درجات الحرارة واعتدال الطقس، يتوجه محبو الأماكن المفتوحة لعدة مناطق برية بهدف التخييم وقضاء أوقات جميلة، ومنها منطقة الفاية في إمارة الشارقة. محمد رمضان والمزيد من التفاصيل. بين أحضان الطبيعة الساحرة وراحة هدوئها الآسر، قضى الكثيرون إجازة عيد الأضحى المبارك التي تتزامن مع اعتدال درجات الحرارة وقرب فصل الشتاء، كما فعل هؤلاء الشباب الذين فضلوا التخييم بين الرمال الذهبية بحثا عن تغيير نمط الحياة اليومية وهربا من صخب المدينة. أغلبية الشباب عندهم تكون ضغوطات العمل، روتين اليومي، الحياة اليومية يعني، فتعرف انت البلاد ضغوطات والزحمة وهذا، فيبغى يطلع من هذا النمط، يطلع المناطق الصحراوية. حبينا يعني نضم الشباب، يعني عندنا شباب من راس خيمة، من بوظبي، فانا اتيمع مكان واحد وتقوى العلاقة بيننا. اما العائلات فحريصة على اصطحاب اطفالها لاماكن الترفيه فقيادة الدراجات النارية، الامر الذي لاقى استحسانا كبيرا منهم ومنحهم فرحة العيد. سبب البر الناس ملت من المولات، تعرف الجو الحين بدأ شوية الحمد لله يتعدل، مش اللي هو اللي متعودين عليه شهر عشرة، بس الحمد لله. فتعرف الأهالي يحبون التغيير، يبي يطلعون شوية من المكان المسكر المكان المفتوح. مستانس أوكي، ودراجات حلوة، وأنا مستانس وأنا ألعب هني. احنا جايين هنا عشان نلعب دراجات ونستانس بالعيد مع أهلنا. اما الشباب فاتجهوا لممارسة هوايتهم بالمغامرة وسط الرمال، او كما تسمى بالتقطيع، بسياراتهم ذات الدفع الرباعي التي ترافقها طقوس خاصة قبل البدء، ولا تخلو ايضا من الاثارة واحيانا من التغريز. تعتبر من السياحة الداخلية للبلاد، واحسن من المولات، ويجوا الشباب يمعه يتيمعوا ويدسوا واللي يسولف يسولف. ومع قرب موسم الرحلات البرية، يجب علينا أن نحرص كل الحرص على الحفاظ على بيئتنا وصون تنوعها الحيوي من منطلق المسؤولية الاجتماعية. بعيدا عن ضوضاء المدينة وبين أحضان الطبيعة، هكذا يقضي الكثيرون إجازة عيد الأضحى. لأخبار الدار، محمد رمضان، الفاية، الشارقة. وليس بعيدا عن هذا الجمال، وفي استطلاع للرأي عن أهم النقاط السلبية التي تؤرق محبي المناطق البرية، محمد الهنيامي رصد آراء العديد من مرتادي المناطق البرية في هذا الاستطلاع. الشباب موقعهم المعروف والمعهود مع اعتدال الجو البر، انتم كشباب كروال لهذه المناطق، الاشياء اللي تضايقكم عند زيارتكم لهذه المناطق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاشياء اللي تضايق الجميع، مو بلا ضايقنا نحن، اللي هي الاوساخ، وتوصل مكان تبى تجلس فيه وكلها ممتزر من الاوساخ.
فهالأشياء تضايق. وثاني شيء الإزعاج اللي يصير من الناس اللي يطوف الشوارع. حد من الشباب لا على نفس القاعدة، بس المكان كان نظيف بشكل عام يوسخ المكان ويتوكل، يعني ما ينظف ولا يلقط حتى الوساخ اللي هم سوينا. مثلا الأكياس البلاستيكية أو القناني هذه البلاستيكية، هاي وايد تأثر على الـ على الـ على البار وعلى الحياة البيئية، فالمفروض الإنسان أصلا ما يتركها، لأن هذه أصلا مستقبل. إذا أنت ما حافظت على البر هذا، بعدين عيالك والأجيال القادمة ما بتستمتع نفس ما أنت تستمتع الحين في البر. وأتمنى أن من البلديات أن يزيدون من الدرامات المتواجدة، على أساس أن الشباب بعد يحصلون مكان يرمون فيه القمامة. النقاط السلبية أن الشباب وايد مستهترين على الشارع، وشكلهم خطورة على الجمهور اللي ياس متواجدين، العائلات اللي ياسف تستمتع بهالأجواء الحلوة. في منهم يسرعون، وفي منهم اللي هم مثلا يلعبون بالسيارات في الشوارع، وانت تعرف هذا شارع عام والناس صايرة رادة في الشارع، فهذا كله يسبب خطورة على الجمهور. الحمانة من الشباب طبعا ممارسة هاي الهواية اللي هي الدراجات النارية، لكن المفروض يعني تكون في مكانات مخصصة أو بعيد من الشارع. نطالب الجهات المختصة أن توعي الشباب هني وتوعيهم لخطورة اللي هم يسوونه يعني، وأن هاي الأماكن يعني عشان الناس ترفع عن نفسها فيها. المفروض الجهات المختصة في هالشيء لازم تكون لها توعية، توزيع بروشرات حتى في المدارس، يعني لو يعني من ضمن اللي يمارسون هاي الهواية يعني في الأعمار 15-16، فهذه طبعا طلاب يعني، فيا ليت يعني الجهات المختصة تزور المدارس، توزع بروشرات، أو حتى لو لقيت مجموعة عند الدراجات توقفهم ويعني ترشدهم للشيء الصح أو الطريقة اللي هي يعني تكون سليمة لهم. إذا للمزيد من الطرح معنا عبر اتصال هاتفي سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحمية الطبيعية في الشارقة. مرحبا بك. يا أهلا وسهلا أختي، حياك الله. حياك الله. مع بداية موسم التخييم، ما هي التسهيلات المقدمة من قبلكم لمرتادي المناطق البرية؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيك وأرحب بمشاهدينا الأعزاء وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. وباعتدال الجو حاليا ولله الحمد، شفنا كثير في الفترة يعني فترة العيد بزيارة المناطق البرية، وحاليا طبعا اعتدال الجو، احنا كل سنة طبعا في عندنا حملة هي حملة التوعية البيئية لمرتادي المناطق البرية. وهذه التوعية طبعا هاي نوعي الناس بأهمية المحافظة على المناطق البرية وعدم إلقاء المخلفات وعدم الممارسات الخاطئة اللي نلاحظها في المناطق البرية. وطبعا إن شاء الله سوف تنطلق هذه الحملة إن شاء الله في مع بداية الشهر القادم ولمدة 3 أشهر تقريبا، لتوعية الناس ب يعني السلوكيات الخاطئة للأسف اللي تصير عندنا في المناطق البرية. نعم، بعيدا عن الحملات التوعوية بما أنها تنطلق لمدة يعني ليست بقليلة، ماذا عن الخطط المستقبلية في هذا الصدد؟ أيضا هناك عندنا قرار، هو قرار المجلس التنفيذي رقم 9 لسنة 2012. نعم. قرار منع التدهور البيئي في المناطق البرية. وفي هذا طبعا عندنا غرامات تتراوح من بين 500 درهم إلى 10,000 درهم من حالة يعني أحد المرتادي المناطق البرية قام بإلقاء المخلفات أو قطع الأشجار. نعم. أو إذا الكائنات الحية الموجودة في هذه المنطقة يغرم عن طريق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالتعاون مع أيضا البلديات الموجودة في المناطق الوسطى وشرطة الشارقة. إذن سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، شكرا لك. رحلة الطيران التي تقل طلائع حجاج الإمارات ما زالت تتوالى، حيث وصلت عدة رحلات إلى مختلف مطارات الدولة ومنافذها بعد أن أكمل الحجيج مناسك حجهم بيسر وسلام. وما زال مطار الشارقة الدولي يستقبل العديد من الرحلات العائدة من الأراضي المقدسة والتي تقل حجاج بيت الله الحرام بعد أن أدوا مشاعرهم عائدين إلى أرض الوطن. ووفق ما تم الإعلان عنه رسميا، فإن عدد حجاج الإمارات هذا العام بلغ 4982 حاجا من المواطنين والمقيمين بعد التخفيض الذي قررته السلطات السعودية على البعثات كافة.
وأيضا لإفادات أكثر حول جاهزية مطار الشارقة لاستقبال الحجاج، ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة علي سالم المدفع، المدير العام لهيئة مطار الشارقة الدولي. السلام عليكم. وعليكم السلام أختي. حدثنا عن استعدادات مطار الشارقة الدولي وهو يستقبل حجاج بيت الله الحرام القادمين من الأراضي المقدسة. نعم، بداية أود أن أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا إن شاء الله باليمن والبركات. وما يخص الاستعدادات لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، طبعا بدأت الاستعدادات منذ بدايتهم وذهابهم إلى الأراضي السعودية وإلى الحج خاصة. نعم. وفي هذا الموضوع طبعا تم الاجتماع مع عدة شركات ذات الاختصاص في الحملات، وكذلك شركة الطيران العربية بالأخص، والخدمات الأرضية بالمطار، وجميع الجهات والمؤسسات المشاركة معنا كشرطة والجوازات والجمارك في عملية توفير أبسط الخدمات اللي ممكن توفيرها إلى حجاج بيت الله الحرام هذا العام. من بداية من ذهابهم إلى الأراضي المقدسة وعودتهم اللي بدأت تقريبا يوم أمس يوم الجمعة، هي عبارة عن رحلتين بمعدل يومي من العربية للطيران، رحلات إضافية بالإضافة طبعا إلى الرحلات الأخرى التي تأتي من المملكة العربية السعودية. نعم. خلال طبعا هذه الاستعدادات احنا كنا في من يعني اللي صار انه في ترتيب مسبق بالنسبه لاستقبال الحجيج هذا العام، وان ساهمنا في ايضا توفير لهم بعض الورود وبعض الهدايا الرمزيه اللي تم توزيعها على الحجيج في خلال عودتهم، ومصاحبه يعني موظفين العلاقات العامه وجميع الخدمات المتوفره خلال في المطار الى خروجهم الى مساحه الامتعه، ومن ثم أيضا استقبالهم لذويهم وأهليهم. نعم، إذن هو استقبال مميز. طيب ما هي الخطط المستقبلية للمطار بهدف تقديم المزيد من التسهيلات للحجاج وغيرها من المشاريع التطويرية أيضا؟ وبشكل عام يعني الخطط المستقبلية في المطار هي في عدد في مراجعة بشكل يعني سنوي. نعم. وتتم المراجعة هاي بناء على عدد المسافرين خلال العام، وأيضا الرحلات التي يعني تتخذ مطار الشارقة، يعني سواء كان عبارة عن رحلات منتظمة أو رحلات غير منتظمة التي تتخذ خاصة في فصل الشتاء عندنا. فهذا العام في هناك نوع من الزيادة في عدد الرحلات وعدد المسافرين، تصل تقريبا إلى 15% عدد المسافرين في الزيادة. فهذا طبعا لازم يحطنا احنا لازم نشوف جميع الخدمات تقدم للمسافرين سواء من ساحة مواقف السيارات إلى وصولهم إلى الطائرات، وطبعا الخدمات الأخرى تقدم لشركات الطيران. وهذا سيتم الإعلان عنه إن شاء الله في يعني مستقبل قريب، يعني على أساس أن الخطة المستقبلية لمطار الشارقة في عملية إضافة البنية التحتية وما نتطلع إليه في المستقبل القريب إن شاء الله. نعم بإذن الله. إذن سعادة علي سالم المدفع، المدير العام لهيئة مطار الشارقة الدولي، شكرا لك على هذه الإفادة القيمة. ختام أخبار دار، شكرا لكرم المتابعة، وإليكم التذكير الأخير بأبرز العناوين. بتوجيهات رئيس الدولة، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تختتم برنامج المساعدات في جمهورية تونس. محمد بن راشد يعلن عن مشروع تحويل دبي إلى مدينة ذكية، ويؤكد صنع واقع جديد لشعبنا ونموذج عالمي جديد في التنمية. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن أن قطاع الطيران في الدولة يوفر 250 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات.